مكتشفي المشاعر القوية، اليوم في لحاسة بالخوف. حاسة إنه هاد أحلى تمثال للزهور عملته بحياتي. جد جد، تعالي شوف تمثال جد للزهور. أوه، حشرة. بس هي خنفسة حلوة. بس يمكن توقف علي. عادي جد، الخنفسة ما بتقرص ولا بتعمل إشي. طيب بس بتعرفي شو؟ رح شوف التمثال اللي عملتيه من بعيد. طيب جد، زي ما بدك. منبه المشاعر القوية. جوجو عم تقول في حدا من أصدقائنا عم يحس بشعور قوي. عندك مشاعر قوية، تقدر تحكي معي ومعي راح نكون جنبك لنشوف شو بتحتاج، لأن المشاعر القوية بتصير مع الكل، هذا شي طبيعي كتير. هاي فيلو، واضح إنه حاسس بشعور قوي. فيلو متخبي هيك وعم تعمل هيك. لا 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 لا، شكلها كتير متضايقة يا جاد. يلا الحقونا. يلا يلا يلا. مشاعر القوية بتصير مع الكل، هذا شي طبيعي كتير. مرحبا فيلو. فاجأتوني. أسف فيلو، واضح إنه أنت حاسة بشعور قوي. طيب صح، حاسة إني حاسة بشعور كتير قوي. على طول بحلم إني أتزحلق من هون، بس بعد ما طلعت انتبهت إنه كتير عالي والأرض كتير بعيدة. حاسة إنه ما رح أقدر أتزحلق. جوجو عم تقول إنه لما نكون حاسين إنه في إشي سيء رح يصير، هاد اسمه الخوف. الخوف؟ الخوف بينبهنا إذا في إشي غلط أو مش ضابط، بس أحياناً منحس بالخوف حتى وإحنا بأمان. طول ما أنت منتبهة وحريصة كل إشي رح يكون تمام. تعرفي فيلو؟ أنت معناها حاسة بنفس الشعور يلي أنا كنت حاسس فيه لما شفت الخنفسة. أنت كمان كنت خايف مثلي؟ بس حاسة إنه ما رح أقدر أتزحلق من هالمكان العالي. جوجو معها حق، عادي إنه نحس بمشاعر قوية، الكل بيحس بالخوف أحياناً. تعرفوا شو؟ واحدة من الطرق اللي بتخلينا نحس حالنا أحسن لما نكون خايفين، نوقف مثل الشجرة. تمام، فكرة رائعة بسمة. بيلو، خلينا نجرب مع بعض. وقفي وإجريكي شوي بعاد عن بعض كأنه مغروسين بالأرض زي جذور الشجرة، وخليكي ثابتة مكانك وخدي نفس عميق ببطء وزفير بطيء كتير. كيف حاسة هلأ فيلو؟ ياي، حاسة حالي أحسن بشوي، شكراً. وهلأ بما أني صرت أهدى يمكن بقدر أني أقعد. هلأ مو حاسة حالي كتير عالية، أنا حاسة حالي جاهزة أتزحلق. يلا فيلو. يلا فيلو. لا، رجع الخوف. بعرف إنه ما رح تقرصني، بس لساعتني حاسس بالخوف. صار الوقت لحتى وقف مثل الشجرة. يا سلام، وأنا رح أسويها معك جاد. حاسس بشوية خوف هلأ بسمة. يا أصدقاء، شوفوني وأنا عم بتزحلق مرة تانية. ممتاز فيلو، ممتاز. مشاعر القوية بتصير مع الكل، هذا شي طبيعي كتير.